نرجو أن ترشدونا إلى صلاة الجماعة، نحن عرب البادية، ذلكم أننا في البادية كما أسلفت من أجل رعي الغنم، ولم نحضر بصلاة الجمعة ولا الجماعة لأننا بعيدون عن المساجد، وأصلي أحيانا أنا وأخي في البيت، وأوقاتا أصلي وحدي، هل يعد ما نفعله شبيها بصلاة الجماعة؟ نرجو إرشادنا، جزاكم الله خيرا، إما أننا في بعض الأحيان نؤخر الصلاة من أجل الوصول إلى البيت حتى نتوضأ، هل إذا أخرنا الصلاة ولو لنصف ساعة نعد على صواب أم نحن من المخطئين؟ وجهونا، جزاكم الله خيرا. جزا الله هذا السائل خيرا على اهتمامه بأمور دينه وتنبيه إخوانه. نعم، إن الصلاة واجبة على كل مسلم بلغ سن التكليف، ولا تسقط عن المسلم بحال ما دام عقله باطلا فيؤديها، سواء كان صحيحا أو مريضا، سواء كان مسافرا أو حاضرا، سواء كان آمنا أو خائفا، يصليها كل على حسب حاله. ومن ذلك الرعاة في سنوات يؤدون الصلاة في مواقيتها وهم في رعيهم أينما كانوا، بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كان عنده ماء أو بقربه ماء يتمكن من الوصول إليه فإنه يجب عليه التطهر بالماء، فإن لم يجد ماء أو لم يستطع التطهر به لمرض أو قلة ماء لا يكفي لحاجته والوضوء، فإنه يتيمم صعيدا طيبا ويصلي. وإذا كان معه أحد واحد فأكثر فإنهم يصلون جماعة، ولا يجب أن يصلوا فرادا، بل يقيمون الجماعة لأن الجماعة واجبة مهما أمكنت، سواء كانوا في البر أو في البحر أو في بلد، فالإسلام فما فوقهما جماعة كما في الحديث. فإذا صلوا جميعا فقد أدوا الواجب عليهم، وهذا مما يدل على تمسك المسلم بدينه أنه يصلي في الثلاث أينما كان. جاء في الحديث أن الله يعجب من الرجل شظية في الجبل يرعى تتبع مواطن القصر لغنمه، فإذا حال في الصلاة أذن وصلى فهذا من الإيمان. الحاصل أنه يجب عليكم المحافظة على الصلوات، وإذا كنت وحدك وليس معك أحد تصلي وحدك، وإذا كان معك غيرك ولو واحدا فإنكم تصلون جماعة، ولا يجوز أن تصلوا فرادا. وأما تأخير الصلاة عن أول وقتها من أجل الوصول إلى الماء والوضوء به فلا بأس بذلك، إذا كان الماء قريبا منك فتصل إليه قبل خروج الوقت فإنك تؤخر الصلاة تصلي بالوضوء. أما إذا كان الماء بعيدا فلا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت فإنك تتيمم صعيد الطيب وتصلي ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. جزاكم الله خيرا. ذكر نصف ساعة في الصلاة، هل لكم من تعليق على هذه العبارة؟ إذا كان المراد نصف ساعة للسيارة أو للمشي الأقدام، يبدو أنها مشي الأقدام لأنه راعي غنم. على كل حال نصف الساعة بعيد، نصف الساعة بعيد، فهذا يتيمم ويصلي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.